وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من رفح الفلسطينية الزميلة منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية. منى، إذن مع دخولنا اليوم الرابع من الهدنة الإنسانية، إلى أي مدى ساهمت هذه الهدنة في إنعاش ربما أبسط مناحي الحياة لدى الشعب الفلسطيني خاصة في الجنوب على الأقل؟ نعم، تحياتي لك وتحياتي للجميع. عمليا هذه الهدنة كان لها باع كبير في محاولة التخفيف من أزمات أهالي قطاع غزة، الأزمات الإنسانية بطبيعة الحال والأزمات المتعلقة بالأمور الخدماتية التي يعني تعمل عليها وتحاول أن تسهلها كافة الجوانب الصحية والميدانية بطبيعة الحال. عمليا هذه التهدئة وإن كانت في يومها الرابع يحاول خلالها أهالي قطاع غزة أن يعني يرتب ما يمكن ترتيبه، الحصول على ما يمكن الحصول عليه من مواد غذائية عبر التي تدخل عبر المساعدات التي نتابع دخولها يوميا عبر معبر رفح البري، وهي شاحنات حتى الآن بالمئات، يعني حتى الآن لا نفترض بأنه دخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 600 شاحنة تحمل مواد غذائية ومواد طبية وأيضا أغطية وملابس وما إلى ذلك. هذه أمور جميعها كان يحتاجها أهالي قطاع غزة، كما يحتاجون إلى الشعور عمليا بالأمان. خلال الفترة الماضية كان هناك شعور يعني نقص شديد بكافة الإمكانيات التي لم تكن أو لم تعد متوفرة بالمطلق في مناطق قطاع غزة المختلفة، إن كان في الشمال وحتى في الجنوب. أتت هذه التهدئة واليوم في يومها الرابع لتعطي فرصة ومساحة لأهالي قطاع غزة كي يحصلوا على هذه المساعدات ويعني يتمكنوا ربما من الصمود لأيام أكثر، وإن كان الجميع الآن ينظر إلى ضرورة أن يكون هناك تمديد في هذه الهدنة. عمليا إذا أردنا أن نتحدث بتفصيل أكبر، خلال الأيام الثلاثة الأولى كان هناك محاولات لإصلاح مثلا شبكات الاتصالات التي تعطلت منذ بداية هذه الحرب وحتى الآن، وعلى الرغم من أن شركة الاتصالات الفلسطينية يعني أعلنت بأنها ما تزال تحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه، ولكن على الأقل يعني كان هناك يعني تقدم فيما يتعلق بهذا الأمر. أيضا فيما يتعلق بإمكانية التواصل المواطنين والحركة بأمان بشكل أكبر أصبحت متاحة ربما خلال هذه الأيام، ويعني أيضا فيما يتعلق بمحاولة الوصول للمصابين الجرحى، نقل المصابين أيضا من مستشفيات الشمال إلى مستشفيات الجنوب، وإن كانت الإمكانيات ضعيفة بمعنى أنه عدد من تم نقلهم ثم وضعهم في مدارس الإيواء وليس في المستشفيات في مناطق جنوب القطاع، لأنه لم تعد هناك مستشفيات تستوعب الأعداد الكبيرة من المصابين. هذا بالإضافة إلى محاولات تنظيف المستشفيات التي يعني يتم العمل عليها منذ يومين وحتى الآن، إن كان مستشفى الشفاء الطبي بالإضافة إلى مستشفيات شمال قطاع غزة، حيث أن يعني الجهات المختصة عملت على حث المتطوعين للمشاركة في عمليات تنظيف المستشفيات ضمن آليات معينة قد تكون ربما تحفظ سلامة المتطوعين من الأمراض والأوبئة وما إلى ذلك. عمليا وصول المساعدات الإنسانية أيضا إلى المناطق المختلفة، إن كان في مناطق الشمال، وهذه خلال هذه التهدئة كانت المرة الأولى التي يدخل فيها مساعدات إلى مناطق مدينة غزة والشمال منذ حوالي أكثر من 45 يوما. هذا كان تطورا لافتا. دعني أيضا أؤكد إلى أنه خلال الأيام الماضية وربما نقول ونكرر بأنه المحال التجارية وصلت إلى نقطة أنها لم تعد لديها ولا أي شيء، أغلقت بالكامل. ما يمكن توفيره هو بعض المواد شديدة البساطة والتي لا يعني تكفي المواطنين. الآن نحن أمام أزمة جديدة ربما، وهي دخول منخفض جوي جديد مع بداية صباح هذا اليوم. خلال هذا المنخفض نحن نتحدث عن واقع شديد الصعوبة، يعني يعيش خلاله الكثير من عشرات الآلاف من مواطني قطاع غزة، حيث أنه هناك الكثير من يمكثون في خيام
غير مؤهلة للأحوال الجوية التي نعيشها الآن. هناك من لا يملكون أصلا خيام، هناك من يعيشون في الساحات، ساحات المدارس. هناك أيضا معظم المنازل تشققت بفعل الضربات الإسرائيلية وإن لم تدمر، لكن على الأقل هذه التشققات أدت إلى سهولة تسريب المياه إلى داخل المنازل، بالإضافة إلى بطبيعة الحال البرد الشديد جدا. الآن ربما أيضا يجب أن نقول بأنه خلال هذه الأيام والمرة الأولى دخلت كميات من غاز الطهي. هذه الكميات يعني بعد أيام طويلة، بعد ربما أكثر من 50 يوم، لأنه أيضا الإغلاق كان قد بدأ قبل بداية هذه الحرب، خلال 50 يوم لم يدخل إلى قطاع غزة ولا طن واحد من غاز الطهي، الأمر الذي دفع المواطنين للاعتماد على إشعال النيران يعني توفير وتأمين احتياجاتهم. ولكن الآن بدأنا نشهد دخول لغاز الطهي، وبالتالي يعني وإن كانت الأزمة ما زالت مستمرة بسبب النقص الحاد والأعداد الكبيرة للاحتياجات، احتياجات السكان، ولكن على الأقل بتنا نشهد تقدما أيضا في هذا الأمر، وبدأ المواطنون يحاولون وإن كان بطوابير تحتاج ربما إلى ساعات قد تمتد إلى يوم كامل قبل الحصول على يعني فرصة لتعبئة الغاز والحصول عليه، ولكن على الأقل نحن هنا نتحدث عن أننا في مرحلة بدأت بها تتوفر الأشياء التي كانت مقطوعة بالكامل، بالكامل تماما، وبالتالي أيضا هذا تقدم نوعي. البلديات أيضا في مختلف مناطق قطاع غزة بدأت بالعمل على محاولة تنظيف الشوارع من الكميات الكبيرة جدا جدا من القمامة، ولكن هنا أيضا بقيت أزمة أن المكب الرئيسي للنفايات هو في منطقة جحر الديك وسط شرق قطاع غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع الوصول إلى هذه المنطقة. هذا الأمر دفع إلى الجهات الصحية والبلديات إلى توجيه يعني مطالبات ومناشدات بضرورة تدخل الصليب الأحمر لإجراء التنسيقات اللازمة حتى يتمكنوا من نقل هذه النفايات إلى تلك المناطق المخصصة، لأنها إن لم تنقل في خلال هذه التهدئة من الممكن أن تسبب بأزمات صحية إضافية. عمليا الآن نتحدث عن عدد من الأوبئة والأمراض التي بدأت تنتشر بشكل كبير جدا بين المواطنين بفعل نقص الحاد في المياه، بفعل عدم توفر يعني الأغذية المناسبة لتدعيم المناعة بسبب تقلبات الجو وعدم يعني وجود الـ يعني الإمكانيات للتدفئة مثلا أو الحفاظ على أو العزل أو ما إلى ذلك. وبالتالي نحن الآن نتحدث عن انتشار أوبئة وانتشار أمراض جلدية، انتشار حاد وشديد جدا في الأمراض الصدرية والإنفلونزا وفيروس كورونا بطبيعة الحال، بالإضافة إلى يعني الجدري الذي أيضا ينتشر في عدد من المدارس. الأزمة هنا هو أنه يعني أيضا لا توجد الأدوية المناسبة لي يعني التعامل مع كل هذه الأزمات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود قدرة على العزل عدل للمصابين حتى يتم احتواء هذه الأمراض. بطبيعة الحال هناك كميات كبيرة أيضا من الأدوية التي تدخل عبر معبر رفح البري بشكل يومي، ولكن الاحتياجات التي الكبيرة جدا في كل مستشفيات القطاع، الضغط الشديد جدا على القطاع الصحي، بالإضافة إلى انتشار يعني أو العدد كبيرة جدا من المصابين المتواجدين ليس فقط في المستشفيات ولكن أيضا في مراكز الإيواء، جعل من الأمر يحتاج ويتطلب ربما إلى أكثر من 4 أيام، قد يستغرق أيام طويلة أيضا قبل أن نبدأ بالحديث عن إدخال يعني الأدوية التي يعني من الممكن أن يحتاجها هؤلاء المرضى، ليس فقط مرضى المصابين جراء الاحتلال الإسرائيلي والغارات التي كان ينفذها ويقوم بها. عمليا أيضا في سياق هذه التهدئة هناك محاولات من قبل المواطنين للوصول إلى المناطق الزراعية في مناطق شرق جنوب شرق قطاع غزة، وهي المنطقة التي تعتبر سلة الغذاء لأهالي قطاع غزة، لحصد المحصول ومحاولة متابعة الأراضي الزراعية، توفير ما يمكن
توفيره من مواد غذائية، خضار، فاكهة وما إلى ذلك للسوق المحلي الذي بات يتعطش لجميع المواد، وإن كانت تتوفر فهي تتوفر بأثمان عالية. نذكر أيضا أنه ضمن كل هذه الأزمات يعني عمليا المواطنين هنا هناك توقف بطبيعة الحال عن الأعمال، وبالتالي لا توجد سيولة، وهذه أزمة ربما بدأت تتضح بشكل كبير جدا، وخصوصا أن السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لاحتجاز إسرائيل لأموال المقاصة لم تتمكن من تسليم الرواتب في مناطق في كل مناطق الفلسطينية، ولكن على الأخص إذا أردنا أن نتحدث عن مناطق جنوب فلسطين وتحديدا منطقة قطاع غزة، نحن نتحدث عن احتياجات كبيرة جدا وارتفاع في الأسعار نتيجة الندرة، ولكن بالمقابل لا توجد رواتب، لا يوجد أعمال، وبالتالي هناك أيضا أزمة كبيرة بهذا الشأن. دعني أشير إلى أنه كل المواطنين في مناطق غزة المختلفة إن كان في الشمال أو حتى في الجنوب الآن يعتمدون بشكل كبير جدا وبشكل أساسي على المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح البري بشكل يومي، لأنها المصدر الوحيد للمؤونة عمليا لاثنين مليون. نعم منى، يعني كما رصدت لنا يعني هذا هو حال قطاع غزة في اليوم الرابع من هذه الهدنة الإنسانية. أشكرك شكرا جزيلا من رفح الفلسطينية زميلة منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية.